بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم وسيلة بسيطة خالص عن أركان الإسلام الخمسة. كل اللي معايا جوخ، ومعايا كرتونة بالشكل ده المستطيل ده. هغلف قطعة الكرتون دي في الجوخ اللي معايا، ومعايا فانوس اللي أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده، موجود في فيديو على القناة. ومعايا برضو الكعبة، ومعايا حاجه كده كرتونه وغلفتها بالاخضر كده، بحس بقى اللي الحصاله اللي انا هعملها للزكاه. وكمان ديت الشهادتين برضو، حاجه كل ركن من اركان الاسلام انا عامله له مجسم بيعبر عنه. طبعا ده مسجد عملته بطريقه بسيطه خالص، وان شاء الله انا هبقى اعمله وانزله في فيديو تاني على القناه ان شاء الله. هنبدا مع بعض. اول حاجه هعملها هجيب الجوخ وابدا اغلف في قطعه الكرتون بتاعتي. نغلفها. عندك بطانه، عندك جوخ، ان شاء الله حتى تجيبي كامسون، تجيبي مانيلا، اي حاجه تقدري تغلفي بيها. كرتونه فاضيه بحيث تثبتي عليها كل المجسمات. كده انا كده خلاص غلفت قطعة الكرتون بالجوخ بتاعي. بعد كده هجيب قطعة كرتون، قصدي قطعة فوم، واكتب عليها أركان الإسلام الخمسة. تمام، جبت قطعة فوم وكتبت عليها أركان الإسلام الخمسة، وهجيب شيش وهلونه طبعا بلون، وهبدأ أثبته كده بالشكل ده. كده نجيب شمع. بقيت جاهزة خلاص معايا اهي، هبدأ اثبتها هنا. اثبتها هنا كده. بعد كده هجيب قطعة فوم وابدأ اجيب دايرة واقطع عليها بالشكل ده. هعمل 5 دوائر بحيث كل دايرة اكتب عليها اسم ركن من اركان الاسلام الخمسة. نبدأ نصهم. خلاص بقى جاهز معايا 5 دوائر هما بالشكل ده كده. هبدأ بقى اكتب على كل واحدة اسم الركن اللي من الاركان الخمسة. انا كده كتبت عليهم كل واحد اسمه. بعد كده هجيب الشيش والزق كل واحدة في شيش. تمام، كده انا كده خلاص لزقت كل اسم عليه بالشيش بتاعي. هبدا بقى بعد كده اجيب كل واحد وابدا الزقه جنب المجسم المعبر عنه. يعني مثلا اقامه الصلاه انا عملت له المسجد، ربطت المسجد بالصلاه. نعرفه بقى كل حاجه عن المسجد. تمام، هبدا اول حاجه كده بالشكل ده كده، واجي كاتبه جنبها، واجي لازقه جنبها دي مثلا، وانزلها لتحت بالشكل كده. انا حطيت المسجد اهو، وحطيت جنبه اقامه الصلاه.
تمام. هبدأ اجيب مثلا الباقي السكه مثلا واجي احطها هنا مثلا في النص. بعد انا كده لزقت الذكاء وطبعا اعرفه عنه الركن الثاني. بعد كده هعمل حج البيت وعاملها له المجسم اللي هو الكعبه بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هعمل صوم رمضان. ماشي. اكتر حاجه لقيتها مميزه لصوم رمضان هو الفانوس. ماشي بالشكل ده كده. اخر حاجه بقى اللي هي الشهاده ثاني. انا رسمت ايد كده تمام وكتبت جنبها ايه الشهادتين.